يا غمبري خواص صلى الله عليه وسلم بجولك كاني فرمو أمروجة شيء كامروجة وتياب روجو أبن فقالوا هذا يوم عظيم جولك كان وتيان قربان أمروجة روجة شيء زور جوريا أنج الله فيها أنج الله فيه موسى وقومه وتيان خواي جرو مهربان موسى وقال رزقار رزقك فرعون وظالمان وغرق فرعون وقومه وتيان خواي جورو ميربان فرعون وجلكي وشون كوتواني تيا رزقار كردوا تيا غرق كردوا لا خن كانوني فصاموا موسى شكرا وتيان جورمان موسى عليه السلام بالرجوب ولا شكرا بجيري بخواي جورو لو رجيا فنحن نصومه جولا كاكاون تيان قربان ام ايه اشتيا بالرجوع بين فقال رسول الله فنحن احق واولى بموسى منكم غم بەەرسە لە لااو و عليهللی و سەلم بە جوولەکەەکانی فرەرمووو فەرمووی ئێمە ئەحقتر و شیاوتر و لە پێشترین بە موسا ئەتاوەکویەوە فەسامە و ڕسوول اللهی و ئەمە ڕبیوسیامی، ئبن عبز خوا لە خۆی و باوکیێڕاضی بێ فەرمووی پێغم بەررس لەڵا ل سەلم تایە بە ڕۆژوو بوو فرمانی شیکرد بە خەکەکە بە ڕۆژ و ببن. خۆشەویستانە هەر ئيبن عبز ڕزا و ڕحمەتی خوی لێ بێ ئەم فەرمایتەمان دیسان بۆ جێڕێتەوە ارزمکردن، بس يش يبي يريبات كر دون مسلم بو يچاني إمام بخاري بو يچن هر بخاري مسلم بيكو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا عبد الله بن عباس و رزاوا رحمت حين صام رسول الله يوم عاشوراء ابن عباس فرمي لكاتك غنبر صلى الله عليه وسلم بروجوب للروج دي عاشوراء وأمر بالصيام فرماني شكر بخلك اي وجب رجوبا قالوا يا رسول الله يعني في غنبري صلى الله عليه وسلم إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى وتيان قربان جاور جولك أمر جب جور أبي أكن فقال رسول الله فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسعة في صلى الله عليه وسلم فرموي أما صالي برا قدر صالي ديمبو قدر خواي غور فرمي اجر ان شاء الله مو نمردم صالي اين دَبُوئْ بوي جواز من اليهود والنصارى جگل لدي عاشورا فرمي نو جگرم بَشَرَ قال فلم ياتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه لي بفرموي قدري خوي غورم هيربان پیغمبر الله عليه وسلم وفاتي كير بينه جي بو سالي اينده كه بو من نويه مش بگيرين الله عليه وسلم فرموي لئن بقيت الى قابلين لاصومن اليوم التاسعه فرمي اگر سالي اينده مام ان شاء الله نويه مروج جگرم لگل ديمروش قدري خوي غورم هيربان وفاتي كير you wow.